الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، ما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب الرؤيا وما يتعلق بها، قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى لبيان شيء من أحكام الرؤيا وما يتعلق بها، وإلا فإن باب الرؤيا أكثر مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآيات والأحاديث. فالرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من النبوة، وليس معنى ذلك أن من رأى رؤيا صالحة أنه يكون نبيا، ولكن الأنبياء لهم هذه الرؤيا، لهم هذه الرؤيا ويشترك معها ويشترك معهم فيها غيرهم. فليس معنى ذلك أن من رأى الرؤيا الصالحة يكون من الأنبياء، وإنما هو اشتراك في المعنى. فلم يبقى من المبشرات، فلم يبقى من النبوة إلى مبشرات، وهي الرؤيا الصالحة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الفجر قال للصحابة: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى أحد من الصحابة رؤيا فسر له النبي صلى الله عليه وسلم أولها له، وإن لم يرى أحد من الصحابة رؤيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يقص عليهم ما رأى، كما جاء في حديث جابر بن سمرة عندما قص عليهم الرؤيا الطويلة التي رأى فيها من المغيبات. والرؤيا ليست مجالاً للعب والاستهزاء كما يفعله اليوم كثير من الناس، فصار تعبير الرؤى وظيفة من لا وظيفة له، واسترزاق من لا رزق له. وما نراه اليوم من العبث في الرؤيا واستخدام الرؤيا في السياسة وفي الرياضة وفي غير ذلك من أمور هو عبث بهذا الأمر العظيم. فالرؤيا فتوى، وتعبيرها فتوى، وصاحبها مسؤول أمام الله. أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، فهي فتوى. أما ما يفعله اليوم كثير من ينتسب إلى تعبير الرؤى هو عبث وجهالات واستغلال لعواطف الناس، فيلعب بجزء من أجزاء النبوة، أسأل الله السلامة والعافية. ولم تكن طريقة السلف والصحابة على هذا الأمر في تعبير الرؤى، فلم يكن يعبر الرؤى إلا رجل أو رجلان، ولم يكن تعبير الرؤى وظيفة يتصدى لها الناس، وإنما كانت كالشيء العابر، إذا رأى أحد رؤيا سأل من يعني يجيدها وعبرها له، ولم يكن كما يفعله اليوم الناس يجعل له برنامج كامل يفتي الناس في الرؤى وتخرج أسرار الناس وخوافي الناس. كل هذا من العبث والاسترزاق. ولذلك اليوم كثير من الناس يدعي هذا العلم العظيم، وعلم الرؤى علم الخواص، علم الخواص لا يهتدي إليه كثير من الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث يعني: لا تعرضوا رؤاكم إلا على عالم وصادق. انظر، لا بد من العلم ولا بد من الصدق وأيضا النصح، فلا بد أن يكون المعبر صاحب علم، أما أن يكون جاهلا من جهال الناس فإنه قد يتكلم بشرع الله بغير علم، يتكلم بشرع الله بغير علم، لأن بعض الرموز لا تعرف إلا بمعرفة الأحكام، معرفة الآيات،
معرفة الأحاديث، فتجده يتخرص ويتكلم في دين الله بغير علم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث قال على عالم، يعني يعلم، أما عرضه على الجهال فهذا خطر عظيم، خطر عظيم يقع فيه اليوم كثير من الناس. ومما يعني سمعنا ورأينا من هؤلاء الجهلة المسترزقين أن أحدهم عبر رؤيا لامرأة أنها زانية، وهذه مصيبة عظيمة، فيها تفريق بيوت، فيها تشتيت أسر، فيها فضح للناس. لو كان يعني الأمر بيد من له الحزم والأمر لا أخذ على يده ومنعه من الظهور، أو حتى أودعه السجن تأديبا له، لأن هذه جهالة عظيمة. كيف تعبر الرؤيا أمام الناس على الهواء مباشرة أن هذه المرأة زانية؟ وهذه مصيبة عظيمة، وهذا من الجهالة العظيمة التي يقع فيها كثير من الناس اليوم. فباب الرؤى باب عظيم، باب عظيم يجب على الإنسان نفسه ألا يسأل فيها إلا من يثق بعلمه وبديانته وبصدقه، كما قال صلى الله عليه وسلم على عالم وصادق وناصح. وعلى الذي يعبر الرؤى لا يتكلف، فإن ظهر له شيء أفتى به، وإلا فقال الله أعلم. وأيضا يحسن التنبيه في هذا الأمر أن كثيرا من معبر الرؤى اليوم، كثيرا ممن يعبر الرؤى اليوم يتعامل مع الجن، وبعضهم سحرة وأهل شعوذة. ولذلك تجد بعضهم، يعني بعض هؤلاء المعبرين يأتيك بتفاصيل الأمور بدقائقها، هذا مش تعبير الرؤى، خذها قاعدة من الآن، من يعطيك تفاصيل الأمور تفصيلا دقيقا فهذا يتعامل مع الجن، خذها قاعدة، معه رأي من الجن. تعبير الرؤى كما في القرآن في قصة يوسف، رموز وأفتى بها يوسف عليه الصلاة والسلام. أما يقول أحدهم عندك في بيتك مثلا يعني جدار لونه كذا ومدري إيش لونه كذا وهكذا، ترى كل هذه من المغيبات التي لا يعلم عنها إلا الله عز وجل، وهؤلاء يأخذونها عن طريق الجن. وقد سمعت لأحد من المشاهير الذين يعبرون الرؤى في هذا الزمان على القنوات الفضائية يتكلم مع يعني رجل في رؤياه، ويسأله يقول أنت أمك كذا وأختك كذا وساكنة في كذا وهي عند ساكنة في مكان كذا، وذكر المكان وقال هي الآن متزوجة من رجل من قبيلة كذا. هذا مش تعبير الرؤى أبدا، هذا مش تعبير الرؤى، هذا استعانة بالجن والشياطين، شعوذة، استعانة بالجن والشياطين أبدا. فلذلك لابد أن يفرق الإنسان في هذه المسألة بين تعبير الرؤى وبين من يستعين بالجن ويعبر على حسب ما يعطيه هؤلاء الشياطين. فلذلك لا تعرض الرؤى إلا على صادق وعالم وناصح. هنا قال النووي رحمه الله باب الرؤى وما يتعلق، أو باب الرؤية وما يتعلق بها، وذكر قول الله سبحانه وتعالى من آياته منامكم بالليل والنهار، منامكم بالليل والنهار من آيات الله سبحانه وتعالى العظيم منهم. وقد تكلمنا عن هذه المسألة، ولكن مما يستفاد من هذه الآية جواز النوم في النهار. نعم الأصل هو النوم في الليل، ولكن لو نام الإنسان في النهار خاصة في وقت القيلولة ونحوها فإن هذا لا بأس به، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من آياته النوم في الليل والنهار، قالوا من آياته منامكم بالليل والنهار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات، فقال له ما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، وفي رواية يراها المسلم أو ترى له، يراها المسلم يرى الرؤيا الصالحة أو ترى له، يعني ترى له هذه الرؤيا الصالحة، فهذه من المبشرات وخاصة في آخر الزمان. قال وعنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، متفق عليه. وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا،
في آخر الزمان رؤيا المؤمن لا تكاد تخطي، رؤيا المؤمن لا تكاد تخطي. وأصدق الناس في اليقظة أصدقهم رؤيا في المنام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. كما ذكرنا أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، فليحذر المسلم أن يتلاعب بهذا الجزء الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أجزاء النبوة. قال وعنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. وهذه مسألة مهمة، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فوعد من النبي صلى الله عليه وسلم سيراه في اليقظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على صفاته الصحيحة لا يراها، لا يراه إلا المؤمن، قال فسيراني في اليقظة. قال الراوي: أو لكأنما رآني في اليقظة، شك من الراوي، فإن الشيطان لا يتمثل بي، الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يأتي بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أبدا، ولكن قد يأتي الشيطان ويقول أنا رسول الله، لكن ليست على الصفات التي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى لا يتمثل الشيطان به. لأن بعض الناس يفهم هذا الحديث فهما مغلوطا، فكل من جاءه في المنام وقال له أنا رسول الله صدقه أنه رسول الله، ويقول لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول. نعم، نقول الشيطان لا يتمثل بالرسول بمعنى أنه لا يستطيع أن يتمثل صفة الرسول على صفته الحقيقية. أما إذا جاءك في المنام رجل على الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتب السنة والحديث، فإن الذي رأيته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي كذا وكذا وكذا، قال صفه لنا. فلما وصفه له علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإن أمرك بخير فامتثله، وإن نهاك عن شر فانتهي عنه. ولكن خذ قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيك في المنام على صورة حقيقية ويأمرك بغير شريعته، أو ينهاك بشيء لم تنهى عنه الشريعة، وإنما إذا أمر أو نهى فإنما يأمر وينهى بما جاءت به شريعته. ولذلك عندما جاء رجل أو جاء الشيطان إلى الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، عبد القادر الجيلاني من أئمة الحنابلة وليس له علاقة بالذين يعبدونهم من دون الله، هو بريء منهم رحمه الله ورضي عنه، هو من أئمة الحنابلة والفقهاء والزهاد والعباد. كان يمشي وجاءته غيمة وخرج منها رجل فقال له: أنا الله، لا تعمل شيئا من الصالحات، أو كما قال له. فماذا قال عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى؟ هل صدقه؟ انظر إلى حكمة العالم والفقه. لو جاء هذا إلى أحد من الناس لقال: الحمد لله سقطت عني التكاليف، لأن هذه كرامة من الله. لكن ماذا قال عبد القادر الجيلاني؟ قال أنت شيطان، فلو كانت العبادات تسقط لسقطت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أمر نبيه فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. لذلك لا بد من الفقه. ولذلك الناس تلعب بهم المنامات، فتجدهم يعملون بما يمليه عليه الشيطان في المنامات يعمله في اليقظة، إما يأمره بأمر لم تأمر به الشريعة، أو ينهاه عن شيء أمرت به الشريعة، يأمره بالبدع والخرافات، أو ينهاه عن عمل الصالحات. وهذا من تلبيس الشيطان الذي يقع فيه كثير من الناس اليوم. لذلك على المسلم أن ينتبه لهذه المسألة العظيمة. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة الشيطان لا يتمثل بي، أو لا يتمثل بي الشيطان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.